قال معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب إن عملية التخطيط الاستراتيجي البرلماني من أهم الإجراءات ذات الطابع المؤسسي والتي يجب أن تنتهجها الإمانات العامة في السلطات التشريعية لضمان تحسين وتطوير العمل المؤسسي البرلماني بشكل مستمر، وبالتالي تحقق السلطة التشريعية تطلعات ورؤى مؤسسية مستقبلية ضمن أهداف وخطط مقرونة بمدد زمنية واضحة المعالم. أكد معالي رئيس مجلس النواب أن تدشين الخطة الاستراتيجية للمجلس لمدة فصل تشريعي قادم تأتي تنفيذا لتوجيهات عاهل البلاد المفدى وتماشيا مع رؤية البحرين الاستراتيجية. جاء ذلك لدى حضوره تدشين الخطة الاستراتيجية لمجلس النواب للأعوام 2018-2022، وأشار معاليه لأن اعتماد الخطة الاستراتيجية للأمانة العامة لمجلس النواب لمدة فصل تشريعي قادم يعتبر محور التنظيم والتخطيط الذي يتخذه مجلس النواب لضمان قيام مجلس النواب بكافة المسؤوليات الوطنية وممارسة الاختصاصات الدستورية بكل كفاءة واقتدار. كما نوه رئيس مجلس النواب إلى أن عدد المشاريع التطويرية المنبثقة عن الخطة يزيد عن 37 مشروعا تتنوع بين تعزيز عمل اللجان البرلمانية والاعتماد على مخرجات البحث البرلماني ضمن منهجيات عمل تعتمد المعلومات الموثوقة والصحيحة، موضحا أن الخطة تمثل نقلة نوعية في مجال العمل البرلماني والإداري الداعم لعمل المجلس.